البرنس ناز، لقبان ارتبطا باسم نجم الملاكمة البريطاني من أصل يمني المعتزل عام 2002 نسيم حميد. اليوم اسمه عاد ليتردد في حلبات المصارعة من خلال ابنه آدم، حيث قرر آدم حميد نجل الملاكم الأسطوري أن يسير على خطى والده ويعيد بعض الإثارة والكاريزما واللمعان إلى الملاكمة. وبعد انتشار العديد من الفيديوهات التي يظهر فيها آدم نسيم حميد في الحلبة وهو يقوم بالتدريبات وتبدو السرعة والقوة في لكماته وتحركاته، نشر للبرنس نسيم صورة مع ابنه في تلميح من الأب إلى أن آدم يتدرب على يديه كأفضل وريث لمسيرته الحافلة. ينحدر نسيم من عائلة يمنية الأصل من محافظة البيضاء، هاجرت إلى المملكة المتحدة واستقرت في مدينة شيفيلد حيث ولد في 12 فبراير شباط 1974. ظهر نسيم في أول نزال احترافي في مسيرته في 14 نيسان أبريل 1992 ضد الملاكم البريطاني ريكي بيرد، وانتصر في الجولة الثانية التي ستصبح أكثر جولة يحقق بها ضربته القاضية، حيث فاز في 10 نزالات في مسيرته من أصل 36 في هذه الجولة. ومع الإشارة إلى أن نسيم حسم 31 نزالاً بالضربة القاضية، فقد حقق البرنس في الأول من أيار مايو 1994 لقب بطولة أوروبا لوزن الديك ضد فينيسيوس ديل كاسترو بالنقاط بواحدة من أطول المباريات. وفي 12 تشرين الأول أكتوبر لعب نسيم على لقب WBC ضد منافسه فريدي كروز الذي وصفه بالولد الصغير، وأوقف الحكم تلك المنازلة في الجولة السادسة ليعلن نسيم بطلاً لعدم التكافؤ لتلقي كروز العديد من اللكمات القوية. ومع العلم أنه يلعب في وزن الديك، استطاع نسيم انتزاع لقب WBO لوزن الريشة، وأصبح المتحدي الأول لبطل الاتحاد ستيف روبنسون من ويلز الذي سقط للمرة الأولى في الجولة الخامسة، ثم أوقف الحكم النزال في الجولة الثامنة وأرسل روبنسون للمستشفى ليعلن نسيم عن نفسه كملك اللعبة عالمياً. استمر البرنس في أسلوبه الرائع والمميز، حيث جعل لنفسه أسلوباً خاصاً في حركته أثناء النزال وقبله، فتميز بطريقة دخوله على سجادة طائرة والشقلب على حبال الحلبة وداخلها. لم يخسر ناز طوال مسيرته إلا نزالاً واحداً في 7 نيسان أبريل 2001 أمام الإيطالي ماركو أنطونيو بيريرا، وهو النزال قبل الأخير في مسيرته ليعود بعد سنة وشهر ويخوض نزاله الأخير أمام الإسباني مانويل كافو ويفوز بإجماع الحكام بفارق نقاط. واحتل نسيم خلال سنوات مجده المرتبة الأولى من حيث الرياضيين البريطانيين دخلاً، متفوقاً على ألين شيرر صاحب المرتبة الثانية.